ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة برضو هندردش عن سوق السيارات تاني عشان في تغييرات. كل سنة وانتو طيبين. رمضان خلاص على وصول، ونور هتلاقوا عليها كل احتياجات البيت. خليكوا جاهزين للشهر الكريم واشتري كل احتياجاتك وانت في البيت، الخصومات على كل الفئات، وما تنسوش تستعملوا اكواد التخفيض بتاعتي امكار ماجد 10 ماجد 50 نون 20 نون 21 ونون 22. زي ما انتوا يمكن سمعتوا او شفتوا، رئيس جهاز حماية المستهلك طلع بقرارات بعد ما قعد مع الـ كل الناس اللي في صناعة السيارات والوكلاء والموزعين، ومفروض في قرارات جديدة. القرارات الجديدة ايه؟ انه سعر اللي بيحدده الوكيل العربية ده سعر ثابت في السوق المصري كله، ما ينفعش حد يبيع العربية بسعر زيادة خالص او اكيد اقل في الغالب يعني، اوكي؟ واللي يخالف السعر ده او يبقى حاطط سعر من عنده ده ليه مخالفه، يعني الوكيل هيقعد مع كل الموزعين ويحددوا اسعار العربيات كلها، وعلى اساسه السعر ده ثابت في كل حته. في الاول احنا كنا شفنا في نوفمبر اللي فات لو فاكرين ان بقى في ملصق على العربيه بيقول المواصفه بتاعه العربيه والسعر اللي انا ببيعه بيها، السعر المكان بيبيع بيه. دلوقتي بقى لا، القرار اللي قاله او المفروض ان هو هيبتدي من النهارده يوم الاربعاء، ده الكلام، ولكن فيها برضو حتة كده تفصيلة صغيرة، ان السعر ده بقى ايه؟ ملزم. يعني انا بقول مثلا سعر العربية الفلانية 400 ألف، يعني الوكيل بيبيعها ب 400 ألف، الموزع بيبيعها ب 400 ألف، كل الاطراف اللي بتبيع العربية دي تمنها بقى 400 ألف. ده كلام كويس جدا، توحيد للسعر، لانه زي ما انتوا شفتوا المهازل والاوفر برايس مع اللي بيحصل كمان في سعر سوق الصرف، الدولار مهازل ملهاش اول ولا اخر. ولكن قالوا القرار هيبقى نازل بمهلة، يعني يدي مهلة للوكلاء والتجار والموزعين، ما حددوهاش لسه قد ايه، هيتعرف الكام يوم اللي جايين. ولكن انا في رأيي المتواضع ان ده قرار كويس جدا، وجه متأخر جدا جدا جدا، بس كويس ان هو جه، لانه يعني خلاص بقى يبقى في ايه، وضوح شديد جدا. طيب، كان في ناس علقت على الفيديو اللي فات لما قلت للناس اوكي احنا مثلا ما بنغليش الاسعار في اسعار منتجاتنا، احنا اللي بنبيعها من فتره طويله جدا، منتجات اليو بي اسز اتفرجوا عليها، دي اسعارنا على امازون ما اتحركتش خالص، ما زودناهاش جنيه. في ناس تقول لك ازاي، طب ما انت كده خسرت من راس المال. صح، انا فاهم الحكايه دي كويس قوي، في ناس لذيذه يعني بتحاول تفهمني. اوكي يا جماعه انا فاهمها والله بجد، انا يعني بقالنا في البيزنس فتره طويله قوي، فما تقلقوش عليا، مش ان انا مش فاهم الحاجات دي، فاهمها. لكن في حاجه تانية انتوا كمان بتفوتكم، لما حضرتك يبقى عندك في مخزنك او في معارضك بضاعه عماله بتركض ما بتعملش اي حاجه شهر ورا شهر ورا شهر وما تبيعهاش، طب ما انت كده اصلا بتخسر، برضو بتخسر مصاريف ملهاش لازمه، وخلاص انت عندك بضاعه وما بتتباعش، فانت ما بتدورش فلوسك. فالحسبه ما هياش بالبساطه ان انت تقول انا كده خسرت راس مالي، صح الكلام ده مش غلط، او راس مالي قل شويه عشان لما اجي اشتري جديد. طب ما انت برضو لو عليت السعر ومحدش اشترى منك، فانت برضو هيحصل لك ركود في اللي انت بتبيعه، وبالتالي برضو انت بتخسر. فايه النصاحة؟ ما هياش بالبساطة دي، المعادلة ما هياش بالبساطة. حبيت بس اوضح النقطة دي، لان الناس بتحس ايه يعني، ايه ازاي انت مش فاهم؟ لا والله فاهم، وفاهمين كويس قوي، بنعملها بقالنا فترة طويلة، ما احناش جداد في السوق يعني، اوكي؟ بقالنا يعني لو اتكلمت على يعني داخلين على 30 سنة مثلا، طبعا هي زي ما بيقولوا فاميلي بزنس يعني. ما علينا، ولكن حبيت برضو اشرح للناس انه مش دايما النصاحه ان انت تعلي، لان انت بتخلق الركود، التعليه بتاعت السعر المفاجاه دي بتخلق ركود شديد، فالركود ده بيضر كل الناس، كل الاطراف اللي في المعادله، اللي بيبيع واللي بيشتري، اللي بيبيع ده دافع حاجه والحاجه دي عماله ايه بتصدي عنده في المعرض فعليا يعني. عامه القرار بتاع حمايه المستهلك ده قرار كويس جدا، ويا ريت بقى الفتره الانتقاليه دي تعدي بسرعه، ويا ريت الناس ما تشتريش باوفر برايس، الحكايه ما بقتش ناقصه اصلا. طبعا هو القرار بتاعهم جه كمان نتيجه انه حرروا سعر الصرف او اطلقوا سعر الدولار، لا وزي ما انتم شايفين. في ناس كتير قوي بتقول لك لا الدولار هيزيد، الدولار هيزيد، والناس بتحب الـ يعني النكد، او بتحب انها الدولار لا مش هيزيد قوي زي ما الناس فاكره، واعتقد هو كده اصلا
من ساعة لما اتطرح السعر الجديد، وانتوا شايفين ان هو ثابت او بيقل شوية. لو رجعتوا البيانات المركزي برضو هقولها لكم تاني، بيقل شوية في اتجاه لان هو ينزل، فده اتجاه كويس. بس حبيت اقول لكم الكلمتين دول. قرار حماية المستهلك ده قرار جيد جدا، اتأخر، والمهم آلية التنفيذ برضو انه لما نشوف الناس بتبيع غير سعر الوكيل اللي هو السعر المعلن، يعني الوكيل هيقول سعر العربية دي كذا، لو انا رحت جبتها من اي موزع او اي معرض ولقيت السعر غير السعر ده يبقى بيبيع لي العربية ده مخالف. وقال لك في فترة انتقالية، ولكن كلام كويس جدا كنا محتاجينه من فترة شديدة جدا، يعني بجد ده كلام هايل هايل، ولكن يا ريت التطبيق. وطبعا ما تنساش لو عايز تعرف اسعار السوق الجديدة وكل التغييرات في الجديد والمستعمل، ادخل على تطبيق، هتلاقي في وصف الفيديو في رابط لتحميل التطبيق كمان. اما رأيي المتواضع في سعر الصرف، اعتقد ان هو هيمسك نفسه شوية وهيتجه الى الانخفاض التدريجي، يمكن ما يوصلش لنفس المستوى السابق، ولكن زي ما بيقولوا ده تصحيح نتيجة ان احنا عندنا عجز في الموازنة، او يعني ما بين الداخل والخارج من البلد، ولكن اللي بيتكلموا بقى في خروج الاستثمارات من مصر، فالنهاردة برضو او امبارح كان لسه في اعلان كبير عن استثمارات خليجية كبيرة في مصر بمليارات، فدي كلها اتجاهات كويسة هتقدر تعدل الدنيا شوية مع القرار، اعتقد اوكي. وفي مصلحة الوكلاء اعتقد، او الموزعين، او اللي هو كل اللي ليهم علاقة بصناعة العربيات في مصر، ان هم يسعروا تسعير طبيعي. يعني ايه طبيعي؟ يعني مش لازم يبقى مبالغ فيه، لانه هيعمل ايه؟ هيعمل ركود. ف يعني اعتقد كده لازم يعني التسعير دي فرصة كويسة ان الناس تسعر سعر كويس، وتبقى كل الدنيا عارفة النسب بتاعتها ومكاسبها عاملة ايه بوضوح. كلام محترم جدا، اتأخر شوية في رأيي المتواضع، ولكن كويس ان هو وصل، ويا ريت نشوف الالزام بيه عشان الدنيا تستقر، والواحد يبقى ايه اعصابه هادية لما يجي يفكر يشتري عربية، ما يبقاش ايه بيلف حوالين نفسه. خلاص اتفرجوا على منتجاتنا، هي بعمل لها اعلان مرة كمان، موجودة على امازون للي عايز يشتري. زي ما انتم شايفين هي منتجات للحماية من الكهرباء، من مشاكل الكهرباء، من ستابلايزر اليو بي اس اللي انت عايزه طبعا. خلاص لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب، وفي وصف الفيديو ده في رابط كمان لامازون للي مهتم بمنتجاتنا. يلا دعاية بقى. يلا سلام. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك، الاشتراك ببلاش، وممكن كمان تدخل تتفرج على بقية الفيديوهات الموجودة عليها. كل سنة وانتوا طيبين، رمضان خلاص على وصول، ونون هتلاقوا عليها كل احتياجات البيت، خليكوا جاهزين للشهر الكريم واشتري كل احتياجاتك وانت في البيت، الخصومات على كل الفئات، وما تنسوش تستعملوا اكواد التخفيض بتاعتي امكار ماجد 10 ماجد 50 نون 20 نون 21 ونون 22.